أشاد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع الدكتور توبياس لندنر وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في الدورة 20 لمنتدى حوار شنغريلا في جمهورية سنغافورة. وخلال الاجتماع أثنى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على ما تشهده العلاقات البحرينية الألمانية من تقدم ونماء في إطار حرص البلدين الصديقين على توطيد أواصر الشراكة في مختلف المجالات ودعمهما لجهود ترسيخ الأمن والسلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية عن اعتزاز بلادي بالشراكة السياسية والاقتصادية الوطيدة مع مملكة البحرين وتقديرها لما تتخذه من مبادرات في دعم الأمن والاستقرار ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي.